هشام في الشوط الثاني من بعد وليد صاحب بعد المباراة ناخذوا معنا كذلك كذلك المقابلة وكيف كان الفرصة فيها هشام كيفاش كان أولا نشكر اللاعبين على الانتصار اليوم اللي ساهموا فيه واللي يستحقوا كانت مباراة صعيبة ضد فريق محترم بغض النظر البركانية حتى هو ينافس على المرتبة الرابعة دخلنا لونطامي اللي كنا مزيانين من بعد يعني سي نورمال يعني ملي كتكون متمكن وعندك بوسيسيون أكثر من الخصم فكيجي وقت يعني وقت كنسميو يعني لي مومون فيبل ديالنا اللي جات في العشر دقائق الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عرفنا كيفاش نجاريوها حاولنا على النتيجة اللي كانت هدف لصفر حتى نهاية الجولة الأولى مع بداية الجولة الثانية يعني كان ضربة جزاء اللي من حالة الخصم هدف تعادل الحمد لله يعني حاولنا نرجعوا في أقرب وقت وتمكنا من ذلك الحمد لله يعني الهدفين جاءوا من كرة ثابتة اللي اشتغلنا عليها بشكل جيد وعرفنا الفريق بركان يعني عنده نقطة ضعف كبيرة في بالاريتين الحمد لله انتصار مهم اللي يخلينا يعني نواصلوا المشوار ديالنا في المباريات المتبقية يعني الثلاث اللي خصنا ننتصروا فيها باش نحتلوا المراتب الأربعة الأولى باش تدخلوا إن شاء الله نشاركوا في المسابقة الإفريقية العام الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. وتحسين هشام شنو سي هشام في ظل ان فريق الرجاء ما بقاش عنده امل في البطوله او دابا بعض الماتشات قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.